بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافي على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء. النهاردة كمان في فرص لسقوط أمطار متوسطة الصبح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار تانية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. دكتورة منار. ألو، صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا يعني بنلاحظ على مدار اليوم الصبح بيبقى حر شوية، بيبقى فيه بالليل صقيع، وفي برق ورعد وأمطار، يعني كده ميكس النهاردة ظواهر جوية كلنا بنعيشها. طمنينا عن تفاصيلها بقى، النهاردة هنعمل إيه؟ بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كنا نوهنا ان احنا من فترة مساء امس لحد فترة صباح اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده اللي شهدناه خلال الليلة الماضية وخلال الساعات الماضية. شهدنا طبعا تساقط الأمطار اللي كان متفاوت الشدة في أغلب محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري، القاهرة الكبرى كمان، محافظات شمال الصعيد. الأمطار كانت متفاوتة الشدة، اختلفت كميتها من محافظة لمحافظة، كمان كانت رعدية أحيانا في بعض الأماكن، ويمكن ده كان بسبب التسخين كمان اللي كان موجود معانا بالأمس، لأن احنا بالأمس كنا بنشهد ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية بمجرد دخول الكتل الهوائية الشمالية مساء أمس على أغلب المحافظات الغربية. بدأت الأتربة والرمال المصارة تبقى موجودة في بعض الأماكن، بعد الأتربة والرمال المصارة على طول بدأت الأمطار تتساقط في بعض المحافظات، واستمرت معنا يمكن للساعات الماضية، الساعات الأولى من صباح اليوم استمرت معنا الأمطار اللي كانت زي ما قلنا في الأول متفاوتة الشدة من محافظة لمحافظة. المنخفض الجوي خلال الساعات اللي جاية هيبدأ يتحرك باتجاه المنطقة الشرقية، ففرص الأمطار هتبقى موجودة خلال الساعات اللي جاية إن شاء الله على المناطق الموجودة في سيناء، جنوب سيناء تحديدا، امطار متفاوته الشده واللي ممكن تكون رعديه احيانا، بعض الاماكن من السواحل الشماليه الشرقيه، خليج السويس وسلاسل جبال البحر الاحمر، لكن باقي مناطق الجمهوريه ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه مش هيكون عليها اي فرص لسقوط الامطار. هنلاحظ تحسن كبير في الاحوال الجويه عن امس، لان كمان اليوم هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره وانكسار لحده الموجه اللي احنا شاهدناها بالامس، والعظمى على القاهره الكبرى ان شاء الله خلال فتره النهار هتكون 27 درجه مئويه، وده بانخفاض حوالي 5 درجات عن امس، لكن ال 27 دي اعلى طبعا من المعدلات الطبيعيه، رغم ان احنا هنحس بقيم درجات حراره اقل، لكن لسه احسسنا بالطقس فتره النهار، الطقس المائل للحراره فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، دافي على المناطق الموجوده في السواحل الشمالية، حر لسه على المناطق الجنوبية، ده هيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة. فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، أجواء هتكون أجواء من لطيفة إلى مائلة للبرودة في بعض الأماكن، وخاصة في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وخاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات زي السواحل الشمالية وجنوب البلاد وبعض المناطق من سيناء، ده يزود إحساسنا أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة فترات المساء. دي طبيعة فصل الربيع بشكل كبير، دايما بنتكلم مع حضراتكم ان طبيعة فصل الربيع التقلبات الجوية الحادة والسريعة، التغير الكبير في خرائط الطقس من وقت للتاني، في الأحوال الجوية من وقت للتاني، طبيعة كمان فصل الربيع ان احنا ممكن نشوف الأربع فصول في يوم واحد، ويمكن ده اللي حصل معانا من مساء أمس إلى اليوم، أمطار وارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض في الحرارة والأتربة والرمال المصارة، لكن إن شاء الله خلال الساعات اللي جاية وخلال الأيام المقبلة الأحوال الجوية هتتحسن بشكل كبير، هيحصل فيها استقرار بشكل كبير في معظم المحافظات، لكن هيظل معانا قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. الأيام اللي جاية هتتراوح ما بين 27 ل29 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، فبالتالي لازم الفترة اللي جاية نخلي بالنا من نوعية الملابس، يعني احنا الفترة اللي جاية هنحس بالدفء فترة النهار
النهار ببعض البرودة خلال فترات الليل. فالنصيحة المهمة في الفترة دي عدم ارتداء الملابس الصيفية، حتى لو اضطريت ان انا اخفف الملابس فترة النهار تكون الملابس شتوية على الاقل شتوية خفيفة خلال فترات الليل. مهم كمان ان احنا نكون في متابعة يومية ومستمرة للنشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لان وارد جدا يحصل تغير في الحالة الجوية في اي وقت خاصة في فصل الربيع. ومهم كمان لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، ده موسم الأتربة ورمال المسارة، دايما واحنا خارجين نسمع النشرة الجوية ولو في أتربة ورمال مسارة نرتدي الكمامات. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجة الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 27 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 27-15، اسكندرية 23-14، والعلمين الجديدة 23-14، مطروح 20-15، ودمياط 23-15، بورسعيد 23-15، الإسماعيلية 28-16. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 15، العريش 22-14، كاترين 20-8، وطابة 25-15، حلايب 26-19، وشلاتين 28-17، شرم الشيخ 30-18، الغردقة 30-16. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 16، بني سويف 29-17، الوادي الجديد 32-16، وأسيوط 30-15، سوهاج 31-16، وقنا 33-17، الأقصر 34-17، وأخيرا أسوان العظمى فيها 34 والصغرى 18. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وعلى طول مرة تانية هنرجع لمنى ومحمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا ليك يا لمنى.